السلام عليكم، مساء الخير على الجميع. كيف الحال؟ طيبين ان شاء الله. رجعنا ان شاء الله فيديو جديد. المره هذه راح نتكلم عن موضوع مهم جدا، موضوع يعني او اسئله جالسه تجيني كثير بخصوص الموضوع هذا، اللي هو هل تمارين الحديد او كمال الاجسام تاثر على الطول ولا لا؟ هذا اللي راح نعرفه اليوم. اوكي، so are you ready? Cause I'm ready. Let's go. Maniac beat. طيب يا شباب، هل الحديد او كمال اجسام تقصر جسمك ولا لا؟ هل اذا بديت تتمرن حديد وانت صغير ما راح تطول ولا لا؟ طبعا الاجابه لا، ما لها اي تاثير يا شباب، ما لها اي تاثير ابدا. يعني عندك، شوف الابطال، عندك الابطال روني كولمان مت فين بدا وكيف صار، جي كاتلر فين بدا وكيف صار، انا بدات ولسه يعني في سن صغير. اوكي، ليش ما بقيت على نفس الطول؟ اوكي، مشكلتنا هنا في المجتمع يا شباب اني انا اسمع كلام من احد واصدقه تماما وامشي على الكلام هذا، وهذا اكبر غلط احنا جالسين نسويه. فدائما ابحث، اذا كان عندك قلق بخصوص موضوع معين او مساله معينه او حاجه، ابحث يا اخي، عندك جوجل، عندك اليوتيوب، ابحث، شوف، خذ معلومات عنها. مو على طول انه الشيء ذا اللي جالس يقول هذا الشخص او اي احد انه صحيح، لا، ممكن حتى انا اكون خاطئ، بس انا جالس اتكلم لكم من اشياء، من تجربه، من بحث، من قراءه كثيره، من امور كثيره. اوكي، فاللي بقوله لكم انه ما له اي تاثير على الطول. طيب، ايش الشيء اللي اثبته موسى؟ هذا انا قدامكم، والابطال اللي ذكرناهم، واي بطل. اوكي، الطول يا شباب هذا شيء امر وراثي، يعني امر جينات، عباره عن جينات. إذا جيناتك أنت يعني من ربنا، أخذت جينات مثلا من أبوك طويل أو أمك مثلا أو أحد من أقاربك شخص طويل، أخذت جيناته أنت، فراح تطول. الحديد ما راح يأثر على الموضوع هذا، مستحيل الحديد راح يأثر على الموضوع هذا. سووا دراسة لمجموعة أشخاص قبل ما يوصلون سن البلوغ، مجموعة تمرنت لمدة تقريبا 12 أسبوع والمجموعة الثانية ما تمرنت. فالمجموعة اللي تمرنت، التمرين أثر على هرمون الجروث او الجروث هرمون، اللي هو هرمون النمو في الجسم، اثرت عليه فصار في افراز عالي، فصار عندهم نضوج وقوه اكثر، اعطى العظم كثافه اكثر. فالشيء هذا بالعكس يا جماعه ايجابي، ايجابي لك انت. اوكي، فاللي عمره 15 17 يجي يسالني كثير على سناب شات او بخصوص الطول، الطول بالعكس، انت ابدا تمرن. بس الفكره لما نقول ابدا تمرن، مو ابدا تمرن باي حاجه، يعني مشكله زي بعض المدربين الغشيمين في النوادي، يجي الواحد جديد ويضغط عليه بشكل كبير وكانه يعني بطل عالم جاء عنده يتمرن. فانت دائما ابدا تمرين خفيف على قدك، يعني باوزان عاديه، وبالعكس تمرين الحديد حيكون في صالحك زي ما قلنا، هيعطي كثافه في جسمك او في عظمك، عفوا، هيعطي قوه في جسمك وما راح ياثر، بالعكس حيكون ايجابي لك. متى؟ لما نلعب صح، نتمرن صح بأوزان تتماشى مع قوتنا، مع مستوانا، وكذا أمورك راح تكون تمام. أوكي، مختصر الكلام يا جماعة، تقدر تتمرن عمرك 15، عمرك 17، بدأنا أصغر من كذا أساسا، وتمرن بعقلانية وتمرن صح، أمورك طيبة إن شاء الله، وطولك ما راح يتأثر. أوكي، أتوقع كذا إن شاء الله قفلنا الموضوع. فيا جماعة، لا تنسونا من الدعم باللايك، الكومنت، ونشر الفيديو حتى كثيرين يستفيدوا من الموضوع هذا. وفي have any questions just write it in the comments، اي سؤال اي حاجه اكتبها في الكومنتس. and see you in another video.